تفعيل الشطر الثالث للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية وخاصة برنامجها الرابع المتعلق بالدفع بالأجيال الصاعدة للتنمية البشرية، أشرف السيد عامل صاحب الجلالة والوفد الرسمي الموافق له على إعطاء انطلاقة للمبادرة الملكية مليون محفظة. وكما هو معلوم أن هذه المبادرة تروم يعني دعم التمدرس بالنسبة للتلاميذ المنحدرين من أسر معوزة، سواء كان ذلك بالوسط الحضري أو بالوسط القروي، وبين المستويين الابتدائي والإعدادي بالوسط الحضري والمستوى الإعدادي بالوسط القروي. على صعيد عملة مكناس وكباقي مدن المملكة، فهذه المبادرة الملكية هي ثمار تعاون بين المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وكذلك بين وزارة يعني المعنية، وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتكوين الأطر والبحث العلمي، بالإضافة لمجموعة من الشركاء الوطنيين من قطاع عام وقطاع خاص. الهدف هو بطبيعة الحال توفير الاعتمادات المالية اللازمة من أجل تمويل هذه العملية، وبالتالي تمكين واحد المجموعة عريضة من التلاميذ من متابعة الدراسة ديالهم في أحسن الظروف. على صعيد عملية مكناس هذه السنة العملية كتهم تقريبا 88 ألف مستفيد، بواحد الزيادة اللي تقدر تقريبا 4% بالنسبة للسنة الفارطة اللي كانت تقريبا فيها 85 ألف مستفيد. أغلبية المستفيدين اللي تزادوا من الوسط القروي. والمبادرة الوطنية بطبيعة الحال اللي هي صاحب المشروع بخصوص اقتناء هذه المحافظ الدراسية ومطبيعة الحال بشراكة مع المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بمكناس، كلفت هذه العملية ما يناهز 8.6 مليون درهم، وذلك بواحد الزيادة ديال تقريبا 200 ألف درهم بالنسبة للسنة الفارطة. في السنة الفارطة كان الاعتماد تقريبا واحد 8 مليون و 400، هذه السنة 8 مليون و 800 اللي تم التخصيص لهذه العملية. يعني الصفقات كلها يعني تم التوزيع ديالها تقريبا 10 ديال 8 ديال 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 المجموعات، واللي كلفتنا 8 مليون و 600 ألف درهم. ونامل من خلال هاد العمليه اللي غيشرف عليها السيد العامل هاد اليوم، طبيعه الحال كما جرت العاده بعد ان اعطى صاحب الجلاله الملك محمد حفظه الله انطلاقه للموسم يعني التربوي، فنامل من خلال هاد العمليه ان شاء الله انها يعني تمكن الوليدات ديال واحد الفئات عريضه يعني من رعايه صاحب الجلاله باش انهم يكملوا الدراسه ديالهم في احسن الظروف. وهذا تيتماشى مع الاهداف ديال البرنامج الرابع للمبادره الوطنيه للشطر الثالث اللي الهدف ديالو هو الدفع بالتنميه البشريه للاجيال الصاعده، وهو كذلك تيتماشى حتى مع الموضوع اللي تم التخصيص ديالو للمناظره الوطنيه اللي يتم الاعداد ديالها يعني في 19 تنبير المقبل، هو يعني العنايه بالطفوله المبكره من خلال طبيعه الحال تمكين لا تعمل التعليم الاولي ولا كذلك التعليم الابتدائي، لانه هو الاستثمار في هذا القطاع ديال التعليم هو اللي غيسمح التلاميذ من طبيعه الحال باش انهم يواصلوا التعليم ديالو لاعلى المستويات، وبالتالي يكون عندهم مجال اوفر للاختيارات في الحياه ديالهم.